المفروض ده اخر بازل، ما نشوف كده الكلام اللي هي في الصندوق ده. افتح علق، افتح علق عمنا عم دفتح علق ولا اي حاجة. تدونا بأي حاجة عشان ايه ما نكسرش البتاع ده. والله يا اخي لا عارف. هو في نوتة انا بدور على حاجة برضه تفتح بيها. افتح علق. اوكي وريني كده بقى الدنيا هنا بتقول ايه. عندنا 4 تيفال، هل دول 4؟ اي بي سي دي وات. واللي ايه 1 و 2 ومش فاهم. دي مجموعة اقعد اجربها يعني. خلصانة يا دنيا ماشي. 3 2 5 5 1 يلا بينا. صح نقعد نجرب الدنيا. 3 2 5 5 1 افتح علق. مفتحش. هنخمن يعني ولا ايه مش فاهم. هلا و احنا بقى وقفنا بالحتة بقى البطل. ايه اللي هي بي 3 وات. ماشي هو 3 4 5 2 1. الله عليك احسنت يا ابني والله. 3 4 5 2 1 ولا اي حاجة. افتح علق ولا ولا ولا. افتح علق علق. انا من المنصورة وفلوسي وقعت مني كنت عايز. 3 4 5 1 2. 5 1 2 ماشي. 5 1 2 اهو. الله اكبر عليك. ايه المكتوب ده؟ ايه 5. اوكي ايه 5 فين؟ ايه 5 ايه 5 ماشي. ايه 5 ايه 5. 1 4 2 2 3. 1 4 2 2 3 ولا اي حاجة. يمكن هنا. 1 4 2 2 3. هو ايه 5 واعمل ايه طيب؟ 4 2 2 3. كتب حاجة غلط. 2 2 3. يمكن تحت هنا ولا حاجة. 1 4 2 2 3. اوكي سي 4 ماشي. اللي بعده يبقى سي 4. نقعد نجرب فيهم كلهم. سي 2 5 2 1 4 ماشي. 2 5 ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ هو انت الباب بتفجر فيا والله يا اسطى. انت متخيل اصلا باب زي دوت يخبط فيك؟ ده انت كان زنك في الاشلاء دلوقتي. بقول لك ايه اللي حصل؟ حصلش حاجه صح، بس صدمه كده بسيطه. كل ده سهل. السفينة الفضائية. اركب اركب. افتح علق. مش تفتح يعني. البتاعة التانية. اوكي عشان انا مكنتش فاكر البازل يعني. ماشي خلصانة يا صاحبي. خلصانة يا صاحبي. مش فاكرين يا رجولة. ايوه افتح يا علي. اهده يا علي. اوكي زي ايمجيج انا هاف تو جيت ذيم اول. قلت له بيقول لك يعني من الاخر يا اسطى انت هتركب السفينه الفضائيه ديت وهتطير بيها باين. هات 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 كل حاجه. يو بيك توب اليان ميكانيك. اركب يا صاحبي. ما يتحط فين دول بس؟ معلش عشان عايز افهم بس. اوكي بازل سهل. 2 hours later. اوكي انفينيتي بس ده المطلوب يا غالي. ايزي جيم. وهنا يتحط الكور. ايوه ماشي خلاص حط الكور. ايزي خلاص يا صديقي. يا اوكي ويتنج ايه مش فاهم. حط عليك ايه طيب؟ وريني.
اوكي ادي باظ التانية. ماشي ماشي، هو اللي عايز يجيب دول من غير ما فيش حاجة تخش مع التانية. نايس ايزي ايزي. اصل البازل دي متهيألي دي هنا. اوكي خلاص يا صاحبي. والله شكله الواد ده هياخد المركبة الفضائية دي ويطير في الآخر، حاسس بكده يعني. اوكي حاجة اتحط هنا صح؟ زي المفتاح ده. اوكي ايزي. حوار المفك دوت برضو عقيم شوية. خد يا صديقي المكنة النفاذ. قال ايه يعني شايل البتاع دي كلها لوحده يعني؟ لا ولا صدقتك واقتنعت يا ولد، صدقتك واقتنعت يا ولد. ايه بقول لك اجلس. اوكي اجلس يا ولد، لبس الخوذة يا ولد. البس الخوذة يا ولد. شو هذا؟ تسافر ولا ايه يا صاحبي؟ فاهم حاجة ديت مش عايز فيها حاجة خالص. Twenty minutes later. كل ما عملتهم اعمل ايه تاني طيب؟ كان في واحدة بس ناقصة. ماشي خلاص خلاص انا فهمتها خلاص يا صاحبي. في واحدة نسيت اعملها بس، واحدة صغننة من العلامات دي هي اللي وقفت الليلة دي كلها. بس هي قباز الحلوة، وبيقول لك بتعمل اللي في الكتاب اللي هو العلامات دي بتاعت فعالة بس. اوتو بايلوت. راح فين يا ولي؟ هتسيب كوكب الارض يا ولي؟ ولا هتسيب كوكب الارض يا ولي؟ راح فين؟ قاعد بيلف يا لهوي. بس انتوا عارفين بحب الالعاب اللي فيها فضاء وكلام من ده. الالعاب اللي هي مثلا كان في لعبه مش عارف اسمها لوست سكاي او نو مان سكاي حاجه زي كده، حاجه لعبه جامده بصراحه. اللعبه اللي هي انت بتقعد تلف في الفضاء دي، بتروح كواكب جديده، فمعمولة على ضجه اللعبه دي. اوه سفينة الأم. نايس جيم، عجبتني النهاية. بص ماشينكا أطلس ده الجزء اللي بعديه يعني. نيو جيم كومينج ان 2024. والله هي حلوة بس أنا زي ما بقول زي ما بقول لكم كده، كانت ناقصة بس حوار إن احنا إيه اللي هي حتة التشويق، حتة اللي هي يبقى فيه كات سين كده اللي هو رعب شوية. بس اللعبة نفسها كبازل حلوة بصراحة، مش وحشة. البازل بتاعتها حلوة بس انت لو ملكش خلق يعني انت تجرب وكده هتمل منها بسرعة وهتزهق. بس اللعبة كعموما اللعبة حلوة مش وحشة، مش احسن حاجة ان هي تشدك ان انت تلعبها على طول، بس حلوة يعني شغالة. بيس يا اسطى، ده كان بالنسبة لعبة ماشينكا، قفلناها الحمد لله. ونشوف كده نلعب ايه تاني كده، اما نشوف الالعاب اللي موجودة. لعبة عندي لعبة تانية حلوة بقى، شيقة بقى احسن من دي، تحبوها انتوا. وبيس شباب، بشوفكم في الحلقة الجاية او في الفيديو الجاي. あの声はきっと真実。誰かが生まれる。そして俺たちを超えていく。